داعل 24/8/2012 في جمعة لا تحزني درعا إن الله معنا. تم استهداف الجامع العمري الكبير مدينة داعل من قبل الطائرات الأسدية للمرة الثانية على التوالي. الله أكبر. صلاة الجمعة تماما، استهداف الجامع الكبير بالمصلين، ولكن قدرة الله شاءت أن تنزل على بيت خالي من السكان. بفضل الله ومنه وكرمه استهداف جامع العمري في مدينة داعل بالمصلين وقت أذان صلاة الظهر يوم الجمعة، ولكن قدرة الله شاءت أن تنزل على بيت خالي من السكان. لا إله إلا الله، هذا فضل من الله، الحمد لله لم يصل فقط سوى الجيران بجروح. حسبنا الله ونعم الوكيل.